مساء الخير يا شباب. النهاردة ان شاء الله هنكمل الماتريسيز. احنا خدنا في المحاضرتين اللي فاتوا العمليات اللي بنعملها على الماتريسيز، وعرفنا ازاي نجيب الانفرس. المحاضرة دي بقى ان شاء الله هنتكلم عن الابليكيشنز بتاعت الانفرس، يعني الانفرس دي ايه لازمتها واحنا محتاجينها ليه. ده اللي هنعرفه النهاردة ان شاء الله. اول حاجة ان احنا بنحل بيها معادلات الدرجة الاولى، solving linear system of equations. يعني لو انا معايا تلات معادلات فيها تلات مجاهيل وعايز اطلع التلات مجاهيل دول، اعمل ايه؟ بكل بساطة بحولها لماتريسيز. طيب بعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا اول حاجة لازم عدد المجاهيل بيكون بيساوي عدد المعادلات، يعني ما ينفعش يكون معايا اربع مجاهيل مثلا وتلات معادلات بس، او العكس، لازم تلاتة تلاتة، اربعة اربعة، وهكذا. طيب انا بعمل ايه؟ انا بجيب الكوفيشنز بتاعت كل مجهول. يعني دلوقتي معايا الاكس الكوفيشنز بتاعتها ايه؟ واحد اتنين تلاتة، فبقوم عامل مصفوفة جميلة كده واكتب فيها الاكس، واحد اتنين تلاتة. الواي نفس الكلام، اتنين سالب تلاتة واحد، اتنين سالب تلاتة واحد. الزد تلاتة واحد سالب اتنين، تلاتة واحد سالب اتنين. طيب المفروض ان الحاجات دي اصلا مضروبة في ايه؟ مضروبة في المجاهيل اللي انا عايز اعرفها، اللي هي الاكس والواي والزد. فهقوم عامل ايه؟ اكس واي وزد. طيب كلام جميل. الكلام ده بقى حاصل ضربه ايه؟ يعني التو ماتريسيز دول انا لما اضربهم طلع ليه؟ طلع لي النواتج، فاحط النواتج في مصفوفة، عشرة واحد تسعة. يبقى دي مصفوفة العوامل او الكوفيشنز ماتريكس، ودي المجاهيل ودي النواتج. هل العملية دي صح؟ الضربة دي طبعا دي 3 في 3 ودي 3 في 1، الرقمين دول زي بعض، تمام صح. طلعوا 3 في 1، يبقى الكلام ده مظبوط. ماشي، هعمل ايه بقى؟ ركز معايا في النقطة دي. دي مصفوفة ايه؟ مضروبة في مصفوفة بي، طلعت لي مصفوفة سي. حلوة قوي. انا عايز اعرف المصفوفة بي دي المجاهيل اللي عايز اطلعها. فمفروض اني هعمل ايه؟ هقسم الطرفين على ايه عشان اطلع البي الواحدة. بس هل احنا عندنا اصلا في الماتريسيز اسمه؟ الاجابة لا. احنا عرفنا ان في ضرب وطرح وجمع، معرفناش ان في اسمه، بس عرفنا ان في حاجة اسمها انفرس. طيب ده كلام جميل اوي. لو احنا ضربنا الطرفين في الانفرس بتاعت الايه اللي هيحصل؟ هم جايبين الانفرس هنا، انفرس هنا. طبعا دول باي باي مع بعض، ويتبقى ان البي حصل ضرب دول. طيب هل انا كان ممكن اضرب الـ A inverse الناحية دي مثلا او الناحية دي؟ قالك لا، الترتيب اهم حاجة في الضرب في الماتريسيز. يعني انا ما ينفعش اضرب هنا الـ A inverse في الشمال واقوم هنا ضربها على اليمين، ما ينفعش. لازم طالما ضربت هنا على الشمال اضرب الناحية التانية على الشمال، ضربت هنا على اليمين اضرب هنا على اليمين، وانا عايز اطير الـ A inverse مع الـ A فبضربها ناحية الشمال، فهضرب هنا ناحية الشمال. بمعنى يعني انا لما اطلع الـ A inverse هضربها هنا او احطها هنا؟ قالك لا، ما ينفعش، لازم احطها هنا. وبرضو بالمنطق، يعني الـ A inverse هتطلع 3 في 3 فهضربها يعني هتطلع مصفوفة هنا، هتبقى 3 في 3. هل ينفع اضرب يعني دي واحد دي 3 ينفع؟ لا. انما لو 3 في 3 هنا كده ينفع اضرب، فدي كده غلط ودي كده صح، لازم اضرب هنا.
ما علينا، دي المعلومة اللي كنت عايز اقولها، ان الترتيب في الماتريكس اهم حاجة. حلو، الخطوة اللي بعد كده المفروض اعمل ايه؟ اطلع الايه الانفرس، ودي حاجة احنا عرفناها. الايه انفرس، الايه انفرس واحد على الديترمنت في الادجوينت. المفروض ان احنا عرفنا من قبل كده ان الديترمنت بجيب اول رقم هنا واقوم ايه شاطب، او بلاش اقوم شاطب الارقام اللي هنا كده، واقوم ده في ده ناقص ده في ده. نفس الكلام هنا، اقوم شاطب كده، وده في ده ناقص ده في ده. وهنا برضو نفس الكلام، اشطب واشطب، وده في ده ناقص ده في ده. طيب ده كلام جميل، هتعرف تعمله بسرعة، ده شيء جميل. فهتضرب واحد سالب تلاتة سالب اتنين ستة ناقص واحد وهكذا، وحلو أوي الكلام ده، ماشي. في ناس ما عندهاش خلق للموضوع والموال ده، فالورقة دي أكتب لك فيها إزاي تطلع الديترمينانت بتاع أي مصفوفة بالآلة. مود ستة واحد، بعد كده تختار المصفوفة وتكتبها ويساوي، بعد كده اون وشيفت 4 7 شيفت 4 3. دي اللي بتجيب الديترمينانت بتاعت اي مصفوفه. فالمفروض ان احنا نجيب الديترمينانت بتاعت المصفوفه دي، هنعملها بالطريقه العاديه. المفروض ديترمينانت ايه هتساوي واحد في ده في ده ناقص ده في ده سالب 3 في سالب 2 6 ناقص ده في ده واحد ناقص التاني. احنا عندنا موجب سالب موجب الفيديوهات اللي فاتت، هنشطب ونشطب، يبقى ده في ده يبقى ايه بقى ده في ده ناقص ده في ده سالب اربعة ناقص تلاتة، سالب اربعة ناقص تلاتة زائد الاخير فيه، هنشطب نشطب ده في ده ناقص ده في ده يبقى اتنين زائد ما هي ناقص ناقص يبقى اتنين زائد تسعة، اتنين زائد تسعة. الكلام ده بكام؟ الكلام ده باتنين اتنين وخمسين. حلو اوي. الادجوينت برضو عارفين بنجيبها ازاي، بنجيب الكوفاكتور ماتريكس ونقوم نعمل لها ترانسبوز. فمفروض ان الكوفاكتور ماتريكس بتاعت دي هتطلع ازاي، احنا عارفين برضو بنعملها ازاي، بنشطب هنا وهنا ونفس الكلام ده في ده ناقص ده في ده، ونشطب هنا وهنا وده في ده ناقص ده في ده وهكذا من الفيديوهات اللي فاتت ومن المحاضرات اللي فاتت، فمش عايزين نضيع وقت فيها. بعد ما نجيبها بنعمل لها ترانسبوز، هيطلع ان الاي انفرس هيساوي واحد على جوينت اللي هي واحد اتنين وخمسين في الكوفاكتور اللي هي تطلع خمسة سبعة حداشر سبعة سالب حداشر خمسة حداشر خمسة سالب سبعة. ملاحظة لطيفة كده على السريع، يعني ما لهاش دعوة بأي حاجة، بس هي ملاحظة حبيتها أقولها لكم. الماتريكس دي سيمتريك، تاخد بالك ادي المين دايجونال اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد. فالمفروض ان الادجوينت بتاعتها تطلع برضو سيمتريك. هل دي سيمتريك؟ الإجابة أيوة، سبعة حداشر خمسة سبعة حداشر خمسة. فلو ما طلعتش معاك سيمتريك يبقى أنت عامل حاجة غلط، دي معلومة كده يعني ليك وللزمن يعني. حلو أوي، دي لـ A ماينس 1 جبناها. فإحنا المفروض نعمل إيه بقى؟ نجيب الـ B في طرف لوحدها والـ A ماينس 1 في الـ C. فالـ B اللي هي الـ X والواي
والزد هتساوي الـ a minus 1 اللي احنا جبناها دي اللي هي 1 على 52 في الماتريكس دي 7 × 11 جميل تمام. في ايه بقى؟ في السي، السي اللي هي 10 × 1 و9 بنضرب كل صف في كل عمود هيطلع في الاخر الكلام ده بيساوي ايه؟ طبعا بتضرب كل صف في كل عمود، واوعى اوعى اوعى تنسى تضرب في دي، اياك تنسى، خلي دي في الاخر وبعد ما تخلص دول اضرب في دي، اوعى تنسى تضرب فيه. هيطلع الكلام ده ب 3 و2 و1 يبقى كده الاكس طلع ب3 والواي طلع ب2 والزد طلع ب1. عايز تتأكد حط المعادلات دي من الاول في الآلة وشوف الاكس والواي والزد دول هيطلعوا بكام. دي كده اول ابليكيشن للانفرس. تاني ابليكيشن معانا حاجة اسمها the inverse linear transformation. معناه ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه كالآتي، انا دلوقتي معايا y1 y2 y3. y1 بدلالة x1 x2 x3، y2 كذلك، y3 كذلك. انا اللي عايز اعمله ايه؟ ان انا بدل ما معايا الواي بدلالة الاكس، انا عايز اخلي الاكس هي اللي بدلالة الواي. يعني خلي x1 بيساوي كذا كذا كذا، وx2 بتساوي كذا كذا، وx3 بتساوي كذا كذا. يعني انا عايز اعكس العملية. طيب الموضوع ده اعمله ازاي؟ نفس فكرة الابليكيشن الاولاني بالظبط. بجيب الماتريكس بتاعت الكوفيشنز ومكتبها معايا x1 x2 x3، فهعملها بالترتيب زي ما عملنا في المرة اللي فاتت. هنعمل المصفوفة الجميلة بتاعتنا ال x1 2 4 سالب 1 2 4 سالب 1، ال x2 سالب 2 3 0، مفيش x2 هنا فتبقى بزيرو، دي كانت سالب 3 0، ال x3 7 سالب 12 و2. الإشارات مهمة جدا، اوعى تتلخبط فيها. الكلام ده مضروب في ايه؟ مضروب في الإكسات، الإكس1 والإكس2 والإكس3، وبيساوي ايه؟ بيساوي الوايات. حلوة الوايات دي والله. y1 y2 y3، جميل قوي. دي الـA، دي الـB، دي الـC. كنا بنعمل ايه؟ بنضرب الطرفين في الاي انفرس كده، باي باي. ايه اتبقى دي؟ طيب انا عايز اجيب الاي انفرس، هجيبها ازاي؟ برضو 1 على الديترمنت في الادجوينت. الديترمنت قلنا بنجيبه ازاي؟ بالآلة او الارقام دي، اي او خد اي صف يريحك واشطب صف وعمود واضرب ده في ده ناقص ده في ده، صف وعمود ده في ده ناقص ده في ده، صف وعمود ده في ده ناقص ده في ده، وهكذا. فمفروض ان الديترمنت بتاعت دي تطلع بواحد، يبقى الديترمنت ايه؟ هتساوي 1. جميل. طيب الادجوينت، الادجوينت برضو قلنا قبل كده بنمسك كل رقم لوحده ايا كان الرقم ده ايه، ونفتكر في الفيديو اللي فاتت الاشارات موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. بنعمل ايه بقى؟ نشطب الصف والعمود برضو، وده في ده ناقص ده في ده هتبقى بايه؟ هتبقى ب6. فالادجوينت تبقى فين؟ خلي الادجوينت ايه
جبنا أول رقم طبعا هنا موجب، وتلاتة في اتنين ستة، ناقص 12 في صفر 6 يبقى 6. هنا بنشطب صف وعمود فيبقى 4 في 2 ناقص سالب 12 في سالب 1، الكلام ده بيطلع بكام؟ بسالب 4. بس خلي بالك ان الإشارة هنا أصلا سالبة، فتبقى سالب سالب 4 اللي هي ايه؟ اللي هي 4. نفس الكلام هنا، نشطب صف وعمود، ده في ده ناقص ده في ده، تطلع بتلاتة، وهكذا برضو في النص. بس في النص بقى الإشارات معكوسة، خلي بالك بقت سالب موجب سالب، فبرضو تشطب صف وعمود وده في ده ناقص ده في ده، كلام سهل وجميل. وهتطلع في الآخر إن دي 4 3 4 3 2 2. انت بقى مخمخ براحتك واعملها، احنا بنجيبها على طول اختصارا للوقت. طيب ده كلام جميل. فالاي ماينس 1 او الاي انفرس سوري، دي هتبقى الواحد على الديترمينانت في الادجوينت، الديترمينانت كده كده بواحد، فهتبقى الادجوينت دي برضو هتبقى الاي انفرس لان الديترمينانت بواحد. حلو قوي. انا المفروض اعمل ايه بقى؟ اقوم جايب البي في طرف لوحدها اللي هي الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 بتساوي الترتيب مهم، الاي انفرس الاول معانا تبقى تاني 6 4 3 4 3 4 3 2. في ايه؟ في السي، السي اللي هي الوايات اللي قلناها من شويه دي. بس انت كده نجحت انك تخلي الاكسات لوحدها، فاضل ايه تاني؟ بس اكتب المعادلات، فاضلكش حاجه تاني. الاكس 1 تساوي ده ضرب عادي. الفرق بين المساله دي واللي فاتت ان انا ما كانش معايا مجاهيل هنا، لا كان معايا ارقام، بس هي نفس الفكره، ما فرقتش خالص. فمفروض ان انا بضرب صف في عمود، فتبقى 6 واي 1 4 واي 2 3 واي 3 وهكذا، 6 واي 1 زائد 4 واي 2 زائد 3 واي 3. طب الاكس 2 برضو صف في عمود، 4 واي 1 واي واحد زائد 3 واي 2 زائد 4 واي 3. طيب الاكس 3 نفس الكلام، ده في ده يبقى 3 واي 1 زائد 2 واي 2 زائد 2 واي 3. انا ايه اللي عملته؟ قدرت ان انا بعد ما كان معايا الوايات بدالة الإكسات بقى معايا العكس، بقى معايا الإكسات بدالة الوايات. قافية والله. ده المطلوب، ودي أبليكيشن من الأبليكيشنز بتاعت الإنفرس. حاجة كده قبل ما أنهي النقطة دي، في طريقة تانية عشان أجيب الإنفرس، وطريقة أسرع شوية. الكلام ده لو انا معايا لو انا معايا ماتريكس 3 في 3 4 في 4 هي سكوير كده كده. طب انا لو معايا ماتريكس 2 في 2 دي امرها سهل شويه، يعني دي هتبقى اسهل واسرع، يعني دي طريقه اسرع عشان تجيب ماتريكس 2 في 2. لو انا معايا ماتريكس ايه مثلا 2 في 2 بتساوي A B C D، وعايز اجيب الانفرس بتاعها، المفروض ان انا عارف الانفرس زي ما احنا عارفين وعمالين نقول 1 على الديترمينانت في الادجوينت. كلام جميل. 1 على الديترمينانت دي سهله،
ده في ده ناقص ده في ده على طول. طيب الادجوينت بقى بعمل ايه باختصار، بدل بقى ما اقعد اجيب المصفوفة اللي هي الايه الكوفاكتورز واقوم اعمل لها ترانسبوز، لا ببساطة شديدة جدا هعمل ايه، هبدل عناصر المين دياجونال وعكس الشرط التانيين، بدل واكس بدل واكس، فالادجوينت هتبقى ايه، بدل واكس يبقى دي واللي ايه واكس الاشارات سالب بي سالب سي كأرقام. يعني عندك ايه بقى مثلا 5 6 سالب 10 و8، عايز اجيب الايه نيجاتيف 1 الايه انفرس ماشي، 1 على الديترمينانت ده في ده ناقص ده في ده، 5 × 8 يبقى 5 × 8 ناقص 6 × سالب 10 سالب 10. في الادجوينت ها قول معايا بدل واكس بدل واكس، هنبدل من دياجونال يبقى 8 و5 اكس الاشارات سالب 6 و10، بس هتحسب دي وتضربها في دي كده انت جبت الايه انفرس بتاعت مصفوفة او ماتريكس 2 × 2 الدرجة الاولى. وازاي بدل ما احنا معانا ويات بدلالة اكسات نجيب اكسات بداية ويات، كل الطرق اللي احنا اشتغلناها كانت بان احنا بنجيب الانفرس عن طريق ايه، 1 على الديترمينانت في الادجوينت. الطريقة دي حلوة ولذيذة بس مش هتفيدك في الماتريسيز الكبيرة، يعني الماتريسيز الصغيرة ماشي 2 × 2 3 × 3 قشطة، انما 4 × 4 5 × 5 لا. دي بنلجأ لعمنا مين، عمنا جاوس، هو جاوس بتاع الفيزياء، ده راشق في اي حاجة فيزياء رياضة، ده العنتيل بتاعه. جاوس قالك ايه، ان انا لو حطيت المصفوفة اللي انا عايزها دي جنب الاي بتاعتها، يعني دي 3 × 3 الاي 3 × 3، وحاولت بطريقة ما اخلي الاي هي اللي هنا، اللي هتطلع لي هنا هتبقى الانفرس. طيب يا عم جاوس اعمل اللي انت بتقول عليه ده ازاي، حاجة اسمها elementary rows operation، عمليات الصفوف البسيطة الترجمة الفورية. يعني ناخد مثال، انا معايا المصفوفة اهي او الماتريكس اهي والاي بتاعتها، انا عايز ايه، انا عايز اخلي دي الاي كلها، فانا عايز دي صفار الحتة دي صفار الحتة دي صفار ومن دياجونال وحايد. طيب ناخدها واحدة واحدة، الرقم ده انا عايزه صفر. طيب يا عم جاوس اخلي ده صفر ازاي، قالك بكل بساطة استعمل الصف اللي قبليه، لو انا ضربت ده في سالب 2 وجمعته على ده، مش سالب 2 في 1 سالب 2 ولو جمعتها تبقى صفر، الله وصلت للصفر اهو. طيب الواحد ده يا عم جاوس نفس الكلام باستخدام الصف الاول، هضرب ده في سالب 1 وازود واجمعه هنا هيبقى صفر. الطريقة تنفع بس خلي بالك انت ما بتضربش ارقام، انت بتضرب صفوف وبتجمع صفوف، يعني ما تاخدليش كل رقم لوحده وتجمع الرقم التاني وتبقى ايه زنبليطة، لا انت بتاخد صفوف تجمعهم على بعض. فاحنا عملنا ايه اللي احنا عملناه اهو، هنضرب الصف الاولاني في سالب 2 ونجمعه على الصف التاني. طيب نشوف هيطلع لنا ايه، الصف الاولاني زي ما هو مش هغيره ككتابة، يعني هكتبه زي ما هو، الفصل بتاعنا 0 0. لما ضربت ده في سالب 2 واجمعه على ده، 1 × سالب 2 بكام، سالب 2 زائد 2 بزيرو. طيب 2 × سالب 2
سالب 4 زائد 5 1. طيب 3 في سالب 2، 3 في سالب 2 ب 6. طب سالب 6 في سالب 6 زائد 3 يبقى سالب 3. متنساش دول برضو ده نفس الصف ونفس وكل حاجة، يعني ده بطبق عليهم نفس العمليات. ضربت ده في سالب 2 وزودته هنا يبقى سالب 2. سالب 2 بزيرو بزيرو هزوده يبقى 1. سالب 2 زيرو زيرو زيرو. أخش على الصف اللي بعديه هضرب في سالب 1 وأجمع الصف ده. سالب 1 سالب 1 سالب 1 1 0 سالب يبقى كده سالب 2 زائد 0 سالب 2. سالب 3 زائد 8 5. سالب 1 و 0 سالب 1 0 0 0 0 0 0 1 1. حلو قوي، قدرت اجيب صفرين. عايز اجيب الصفر ده، انت خدها قاعدة، انت اشتغلت على صف انساه، امحيه من ذاكرتك. الصف ده كده انا مش عايزه تاني، خلاص مش هستعمله خالص. خش على الصف اللي بعديه، الصف الجديد اللي انت كونته، انسى بقى اللي كان معاك في الاول. الصف الجديد عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي دي عايز اخلي دي صفر. تمام. طيب انت خلي بالك بتحاول تركز انك تجيب الاصفار الاول. عايز اخلي دي صفر. طيب اعملها ازاي؟ هستخدم الصف التاني بقى، ما استخدمت الصف الاول خلاص، امحي من ذاكرتك. لو ضربت دي في 2 وزودتها على دي مش هجيب صفر، هجيب. فده اللي هعمله. يبقى نضرب ده في 2 ونجمع على ده. تعالوا نعمل الصف الاولاني خلاص زي ما هو مش هلعب فيه. الصف التاني اللي هستعمله زي ما هو هكتبه مش هلعب فيه. عملت ايه بقى؟ هضرب في سالب 2 او هضرب في 2 اسف، يبقى 0 0 مش هتفرق في حاجه. 2 ناقص 2 0. الله، طلعت 3 اصفار اهي. سالب 6 زائد 5 سالب 1. سالب 4 ناقص 1 سالب 5. 2 و 0 2 0 1 1. طيب ايه اللي انا وصلت له؟ وصلت لان انا المثلث ده خلاص جبته اصفار. طيب انا كده قطعت شوط، عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي اللي فوق ده برضو اصفار. طيب انا وانا شغال قعدت انزل من فوق لتحت من فوق لتحت، خدت الصف الاول اشتغلت بيه، بعد كده خدت الصف التاني اشتغلت بيه. طيب دلوقتي بقى انا هعمل العكس، هاخد من تحت لفوق، هاخد الصف التالت اشتغل بيه على الصف التاني، واخد الصف التاني اشتغل بيه على الصف الاول، وهكذا. احنا عايزين هنا زيرو. احنا عايزين هنا زيرو. طيب عشان اسف ثانيه ماشي تمام، احنا عايزين هنا زيرو، عايزين هنا زيرو. هستخدم الصف التالت، فاقوم اعمل ايه؟ هضرب دي، لو ضربت دي في سالب 3 وجمعتها هنا مش هجيب زيرو. طب لو ضربت دي في 3 وجمعتها هنا مش هجيب زيرو، هجيب زيرو. طيب ده اللي انا هعمله.
تكتب الصف اللي انت هتستخدمه زي ما هو. 0 0 1 -5 2 1. انا هعمل ايه؟ انا هضرب ده في سالب، هضرب ده في ايه؟ في سالب 3. هضرب ده في سالب 3، قلنا عشان ايه ما هنا يديني 0. بضرب في سالب 3 واجمع، فهتطلع ايه؟ هضرب في سالب 3 يبقى 0. اضرب ده في سالب 3 واجمعه مش هتفرق، 1. اضرب ده في سالب 3 يديه 3، اجمع يديني 0. كمل هنا، اضرب ده في سالب 3 يبقى 15 وناقص 2 يبقى 13. سالب 2 في سالب 3 بسالب 6، هجمع يبقى 5. سالب 5 سالب 3 و0 سالب 3. طيب خلصنا الصف الاولاني، عايز اخش على اللي بعديه، عايز اخلي دي صفر. طيب اعمل ايه؟ اضرب، قلنا في 3 واجمع، اضرب في 3 واجمع. عشان ما تتلخبطش قبل ما نضرب ونجمع، في كل خطوة اكتب انت عملت ايه. يعني الخطوة الاولانية انا ضربت وجمعت، ضربت وجمعت. الخطوة التانية عملت ايه هنا؟ ضربت في 2 الصف التاني، ضربت في 2 وجمعت على الصف التالت. طيب الخطوة دي انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا الصف التالت بضربه في سالب 3 واجمعه على الصف التاني، وبعمل ايه تاني؟ بضرب في 3 واجمعه على الصف الاول. الصف اللي انت بتضرب فيه او بتعدل فيه دايما اكتبه تاني واحد. الصف اللي مش الصف اللي انت بقى هتزود عليه تكتبه في الاول، تمام؟ يعني الصف اللي انت هتضرب بقى وتجمع وتعمل اللي هتلعب فيه ده اكتبه تاني واحد. الصف اللي انت مش هتلعب فيه اكتبه في الاول. اي لو كتبتها بالعكس مش هتفرق يعني، بس اتفق ان هي المفروض بتتكتب كده. طيب نرجع لمسألتنا، المفروض ان احنا عايزين نخلي دي صفر، فقلنا هنضرب الصف التالت في 3 ونجمعه على الصف الاول، ماشي؟ هيبقى سالب 1 في 3 سالب 3 و 3 0. سالب 3 3 في 0 ب 0 2، ودي زي ما هي. هنكمل، خلي بالك لازم دي برضو تضرب. هنضرب في 3، 3 في 1 ب 3، 2 في 3 ب 6 وازود على الصفر، سالب 5 في 3 سالب 15، سالب 15 1 يبقى سالب 14. كنا عملنا هنا دي صح؟ سالب 5 في 3 تمام. انا دلوقتي تقريبا قربت اخلص، تعالوا بس هنكمل في صفحة تانية. ده اللي احنا وصلنا له. احنا فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا بس ان دي تبقى صفر ونكون خلصنا، ودي بقى هنغيرها لواحد. طيب ازاي نخلي دي صفر؟ احنا اشتغلنا بالصف الاخير، قلنا ايه؟ امحي من ذاكرتك. هنشتغل بالصف التاني. طيب الصف التاني عايز اخلي دي زيرو، يبقى هعمل ايه؟ هضرب في سالب 2 واجمع، يبقى انا سالب 2
الصف التاني واجمع الصف الاول. شوف هتديني ايه. طبعا اكتب اللي انت اشتغلت بيه خلاص في الاول، مش هيتغير. الصف اللي انت هتشتغل بيه برضه مش هيتغير. هعمل ايه بقى؟ هضرب سالب اتنين، كل ده في سالب اتنين. سالب اتنين في زيرو، زيرو عادي حط الواحد. سالب اتنين في واحد سالب اتنين، واتنين هتبقى زيرو، والزيرو سالب اتنين مش تفرق، اجمع احط زيرو. سالب اتنين في 13 وازود او انقص بقى 14 يبقى سالب، الله، هيبقى سالب 40. في سالب اتنين 10 زائد 6 16، في سالب اتنين 6 زائد 3 9. انا كده خلصت. لو تلاحظ ان دي بقت اي، بس في حاجة هنا السالب ده عايز اخلص منه. اعمل ايه؟ بكل بساطة اضرب سالب واحد الصف الاخير. واحد زيرو زيرو زيرو، واحد زيرو زيرو زيرو، واحد سالب 40 16 9 13 سالب 5 3، ضربت في سالب 1 5 سالب 2 سالب 1، وتبقى يا سيدي الحتة دي أخيرا هي الانفرس منك لله جوز. طبعا هي الطريقة تبان صعبة، وهي صعبة بصريحة بصراحة، يعني صعبة فعلا، بس هتنفعك في الماتريسيز الكبيرة. التلاتة في تلاتة والاتنين في اتنين قولنا دي بتشتغل بالطريقة العادية، بس دي طريقة جاوس. الجزء الأخير من المحاضرة بيتكلم عن الرانك اوف ماتريكس أو رتبة المصفوفة. رتبة المصفوفة مش شرط تكون مرتبطة بإن المصفوفة دي تكون سكوير، لا، رتبة المصفوفة لأي ماتريكس في الدنيا، سكوير بقى مش سكوير، 3 في 3 3 في 5 7 في 10 أيا كان، أي مصفوفة أو أي ماتريكس في الدنيا ليها رانك أو رتبة. طيب إزاي اعرف الرانك بتاع الماتريكس؟ قبل ما نعرف ازاي لازم نعرف حاجة مهمة جدا، وهي حاجة اسمها الرو ايشلون فورم، او اختصارها REF. ايه REF دي؟ ايشلون باللاتيني يعني ستيبس. طيب يعني ايه ستيبس برضو مش فاهمين؟ اقول لك يا سيدي، انت عندك مثلا المصفوفة دي، لازم اول رقم في الصف، جميل، اللي هو الواحد هنا، يبقى تحتيه كله صفار. ده أول صف. طب تاني صف، أول رقم فيه ما عدا الزيرو، أنا ما بشوفش الزيروهات لما بشوف أول رقم. احنا هنا أول رقم نون زيرو كان الواحد. طيب تاني صف ايه اول رقم مش زيرو او نون زيرو؟ هو برضو الواحد. هل تحتيه اصفار؟ تمام. طيب تالت صف ليه هنا برضو الواحد؟ الستيبس دي او الاشلون دي جت منين؟ ان هم عاملين شكل زي شكل درجات السلم، وتحتها كلها اصفار. دي الفورم بتاعت الرو ايشلون او الار اي اف. طب تعالوا نشوف
الماتريكس دي، اول رقم في اول صف، اول صف اهو، ايه اول رقم نون زيرو؟ هنلاقي انه الواحد. طيب تاني صف، ايه اول رقم نون زيرو؟ هنبص هنلاقي الواحد برضو. طيب الصف اللي بعديه الواحد برضو، الصف اللي بعديه اتنين. هنبص هنعمل الستيبس نلاقي فعلا خطوات السلم اهي كل تحتها اصفار. طب تعالوا نشوف هنا، ايه اول رقم نون زيرو هنا؟ تلاتة. طب في اللي تحتيه؟ اربعة. في اللي تحتيه؟ سالب اربعة. في اللي تحتيه؟ ست. هل عملوا درجات السلم؟ ايوة درجات السلم اهي مظبوطة، واللي تحتها كلها اصفار. دي الصيغة بتاعت الـ REF. طيب لو انا معايا ماتريكس مش على الفورم ده وعايز اخليها على الفورم ده، طيب اعمل ايه؟ يعني مثلا معايا الماتريكس دي ولتكن واحد اتنين سالب تلاتة اربعة وزيرو زيرو واحد سالب واحد زيرو واحد واحد تلاتة، دي الماتريكس. هل دي على الفورم بتاعت الـ REF؟ تعالوا نشوف. أول صف أهو نون زيرو نمبر، أول واحد بتاع الصفار. طيب تاني صف نون زيرو نمبر أهو تحت الصفار، بس في مشكلة. الصف لو جينا نعمل الستيبس، يعني أدي أول واحد وأدي تاني واحد وأدي التالت، لو جينا نعمل الستيبس نلاقي حاجة ان مش كل تحت الستيبس دي زيرو، لا ده في حاجة طلعلنا هنا. طيب ازاي نحل المشكلة دي؟ يعني الوان ده عايزين نتصرف فيه. لو احنا رجعنا لجاوس، مش جاوس قالك ان انت ممكن تبدل وتعمل وتضرب والحاجات اللذيذة دي؟ لو احنا بدلنا الصفين دول، يعني جبنا ده هنا وجبنا ده هنا وحطينا الواحد هنا، تعال نشوف اللي هيحصل كده. يعني انا دلوقتي هعمل دي ار2 دي ار1 هبدله، تعال نشوف. طبعا الصف الاولاني مش هيحصل فيه حاجه، الصف الثالث خليه الصف الثاني، يبقى واحد زيرو واحد زيرو تلاتة، والصف التاني خليه الصف التالت، يبقى زيرو زيرو واحد سالب واحد. تعال نشوف اللي حصل كده، فين أول نون زيرو نمبر؟ أدي هو الواحد. طب هنا الواحد، هل تحت صفر؟ هل تحت صفر؟ تمام. طب هنا واحد، جميل. نعمل الستيبس، طلعت تحتها كلها اصفر، يبقى دي ار اي اف مظبوطه، من حقك تعمل الحركه دي. طيب بعد ما فهمنا الار اي اف دي وازاي نعملها وان لازم درجات السلم تبقى الارقام عليها كده واللي تحتها كلها اصفار، انا كل ده انا عايزه في ايه؟ ليه الرغي ده كله؟ اقول لك ليه، عشان نجيب الرانك. فاكر الرانك اللي احنا بنتكلم فيه اصلا؟ لازم نخلي الماتريكس على الفورم بتاعت الـ REF. طيب برضه نعملها ازاي؟ الرانك قالك ان اي نون زيرو رو بتحسبهم وده يبقى الرانك بتاع الماتريكس. مش فاهمك. يعني دلوقتي الصف ده هل كله صفار؟ لا. زيرو الصف ده كله صفار؟ لا. الصف ده كله صفار؟ لا. عددهم كام؟ تلاتة. يبقى دي الرانك بتاعها يساوي تلاتة. طيب تعالوا نشوف هنا عندنا كام نون زيرو
روز كام صف؟ مش صفار. ادي الاولاني، ادي التاني، التالت، الرابع، الاربعة، كلهم فيهم ارقام مش كلهم صفار، يبقى دي الرانك بتاعها 4. رانك 4. ودي هتبقى نفس الكلام، دي هتبقى 3 ودي هتبقى 4، لان كلهم برضو مش صفار. طب لو انا عندي ماتريكس مثلا، هي 3 صفوف، ده الصف الاول، ده الصف الثاني، والصف الاخير ده طلع كله صفار، انا عندي 3 صفوف، فهتبقى الرانك بتاعت المصفوفة دي تساوي 2، لان انا ما بحسبش الصف اللي فيه كله صفار. بس في حاجة كده في جوس، يعني معلومة صغيرة نقولها قبل ما نخلص، ان لو انت طلع لك في الماتريسيز اللي انت عملتها دي صف كله صفار، ما تكملش. ليه؟ لان معنى ان كل الصف ده صفار، ده معناه زي ما احنا عارفين ان الماتريكس اصلا ملهاش انفرس، صح؟ يعني الماتريكس لما بيبقى فيه صف كله صفار ما بيبقاش فيه ديترمينانت، فبالتالي ما فيش انفرس. بس فلو طلع لك الصف ده كله صفار، او طلع لك اي صف كله صفار، ما تكملش، اعرف ان الماتريكس دي ملهاش انفرس. وبس كده.